التمارين المهمة الآن رح نقرأ الهوم وورك ستودنت بوك بيج 45 اكسرسايز 1 كتاب الطالب صفحة 45 تمرين رقم 1 ماتش ذا ووردز ويز ذا ديفينيشنز صل الكلمات بالتعاريف أول كلمة يس انجري انجري إصابة يس نعم استاذ كامل يس كامل تفضل استاذ لعندي إذا الدي شو بتقول الدي hurt such as a cut to the body نعم yes hurt يعني إصابة أو أذية نعم such as a cut يعني مثل الجرح كالجرح to the body إلى الجسم أوكي هاي بنسميها injury إصابة yes number two allergy حساسية allergy يس سكينة تفضلي سكينة استاذ اف مع الاف اكسلنت اذا مع الاف الاف when you have contact with something that makes you ill such as an animal or flower يعني عم بيقول عندما يكون لديك تلاصق او اتصال بشيء ما that makes you ill الذي يجعلك مريضا هي بنسميها نحن حساسية يعني أي التصاق أوكي الجسم فبيجعلك إيش تصاب بالمرض such as an animal or flower مثل كالحيوان أو النباتات أوكي yes number three surgery الجراحة علم الجراحة yes صفا تفضلي أستاذ مع الإي مع الإي تمام مع الإي yes an operation عملية جراحية when doctors cut your body عندما الأطباء يعني يجرحون جسدك اوكي هاي نحن نسميها surgery علم الجراحة جراحة yes number 4 treatment العلاج treatment العلاج yes غزالي استاذ لعند الا إنه عند دواء وعناية طبية إنه للعناية بك تمام أحسنتي excellent إذا treatment العلاج مع الA medicine الدواء or medical care أو العناية الطبية to cure you لتعالجك number five خمسة symptoms أعراض symptoms أعراض yes إسراء تفضلي استاذ لعند بي مع البي تمام signs of illnesses علامات المرض such as a temperature مثل درجة الحرارة هاي نحن نسميهم أعراض symptoms yes آخر شيء hygiene علم الصحة yes رند the rules for keeping you and your surroundings clean مع السين تمام اكسلنت اكسلنت رند اوكي ذا رولز فور كيبينج يو هي القواعد للحفاظ عليك اند يور سراوندينجز وبالمحيط بك يعني بمحيطك كلين نظيفا ان تبقي عليك وعلى محيطك نظيفا هاي بنسميها نحن هايجين علم النظافه او علم الصحه نعم